يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الشابتر هذا. زي ما حكينا هو اسمه سمينا كولوم كروماتوغرافي، اللي هو الثيوري اوف كروماتوغرافي، يعني معناها انه ايش لايف انسايد ذا كولوم، شو بصير في البيك جوا الكولوم. طبعا شو اللي بصير فيها بالضبط ربنا اعلم، صح؟ لكن احنا دائما بنشوف من المخرجات، صح؟ يعني كيف بنعرف انه الطالب شاطر ولا مش شاطر؟ من علامته بالامتحان، صح؟ بس لكن يمكن يكون انه يمكن يكون غش، ممكن يكون ما غش، ممكن يكون كذا، بس لكن احنا عندنا الظاهر، صح ولا لا؟ وعندنا هون بالكولوم كروماتوغرافي اللي بيطلع من الكولوم، زي ما حكينا انه الثيوري اوف كروماتوغرافي هي ايش؟ كلمه ايش اسمها الكلمه؟ ري؟ ايوه. ايش هي الكلمه اللي بندور عليها في الكروماتوغرافي؟ شو اسمها؟ اسمها ايش؟ اسمها ريزوليوشن. اسمها ايش؟ اسمها ريزوليوشن. اوكي تمام. فيبقى زي ما حكينا بالريزوليوشن، الريزوليوشن بيكون بين اثنين متتاليين، فيما شفنا انه التو كومبوننتس بتمشي بسرعه مختلفه داخل الكولوم. طبعا هي شو بتسوي؟ they exchange position between solid phase and mobile solid phase and mobile phase they exchange positions. اوكي. فيبقى كل ما بطول الكولوم بنلاحظ انه الريزوليوشن عم بيزيد، انه ايش عم بيزيد. لما يجي يبقى زي ما حكينا انه التوتال انه الكومبوننت يا بتقعد بالستيشنري فيز يا بتقعد بالموبايل فيز. فيبقى الكي داش اللي كنا نقول عنها بالاكستراكشن فاي اس على فاي ام صارت شو بتساوي؟ تي اس على تي ام، تي اس على تي ام. واحنا بنعرف انه التي اس التي ا التي اس هي تي ار ناقص تي ام، فيبقى قلنا ايش؟ الكي داش تي ار ناقص تي ام على تي ام. كويس. وزي ما هون احنا حكينا هون قلنا في عندنا تعانيد تاعت التي ام، التي ام اللي شو سميناها؟ unretained peak. شو سميناها؟ unretained peak. الunretained peak لمين هدول؟ هاي بقول لك للمركبات التي اس لها شو بتساوي؟ شو بتساوي التي اس للانريتيند بيك؟ شو بتساوي التي اس للانريتيند بيك؟ شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ والله دكتور ما شو بتساوي؟ علي صوتك بحكي. والله لسه والله احنا تي اس تساوي زيرو. تي اس تساوي ايش؟ تساوي زيرو. طيب اذا واحد ببعث لي مسج وين بشوفها؟ على المسج يا دكتور. وين المسجز؟ في ميوت بارتيكولر وين؟ بارتيسيبانتس. بارتيسيبانتس اوكي. اي على الاول. يعني البارتيسيبانتس اذا حد بعت مسج يعني ب ببين يعني. اوكي تمام جود. خلي البارتيسيبانتس موجودين نتفرج عليهم. اوكي يبقى زي ما احنا شايفين هون التي اس لها تساوي صفر، فيبقى كل وقتها وين؟ بالتي ام اول ما بطلع من الكولوم. تمام. فيبقى الباقي ايش؟ التي ار هي عباره عن تي اس زائد تي زائد تي ام. وهي حكينا نظريه هون. بعدين قلنا السيبريشن في له افشنسي وفي له سيلكتيفيتي. الافشنسي بتعتمد على مين؟ بتعتمد على الماتيريال الموجوده بالكولوم، على الماتيريال الموجوده بال على الماتيريال الموجوده بالكولوم اللي هي عباره عن ايش؟ اللي هي بنعبر عنها بالنمبر اوف ثيوريتيكال بليتس، النمبر اوف ثيوريتيكال بليتس. وقلنا البيك هاي ايش الها؟ الها ايش؟ فيبقى البيك في الها ايش؟ في الها ويدث وفي الها ايش؟ نمبر اوف وفي الها هايت. طبعا الهايت سنسيتيفيتي، الهايت ما له علاقه بالكروماتوغرافي، اما الويدث له علاقه بالكروماتوغرافي، والريتنشن تايم له علاقه بالكروماتوغرافي. فقلنا الريزوليوشن من مخرجات الكولوم اثنين،
TRB ناقص TRA اللي بنسميها دلتا TR على إيش؟ width A width B، وممكن تعوض بدلالة سيجما وتعوض بدلالة TH، لكن كلياته نفس الشيء. طبعا احنا دائما بندور على resolution يساوي قديش؟ 1.5. شو يساوي؟ 1.5 معناها انه البيك الثانية ما بتطلع الا لما تخلص الاولى. اكبر من 1.5 يبقى بتخلص وبتمشي شوي، وهي بكون بينهم فراغات، وانا ما بدي بينهم فراغات لانه هذه الفراغات عبارة عن وقت ضايع، صح؟ اذا كان الريزوليوشن واحد بكون في اوفرلاب 2%، بكون اوفرلاب ايش بينهم؟ 2%. تمام. وهي اخذنا اكزامبلز كيف نحسب الريزوليوشن. بقول لك واي بيكس ار برودن، بقول لك انه شيء اسمه ديفيوجن. شو معنى ديفيوجن؟ معناها انت لما تكون عندك كاسه مي وتحط فيها نقطه حبر، شو بصير الحبر؟ شو بتصير المي معك؟ تتلون بلون الحبر شوي 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 شوي. فهذا اسمه ايش؟ ديفيوجن. اسمه ايش؟ ديفيوجن، انتشار. طبعا الديفيوجن علم كبير، في فيكس لوز وفي قوانين وكيف اموره، لكن بنقول احنا ايش؟ انه في عندنا ديفيوجن. فهذا الديفيوجن انواع، طالما بالموبايل فيز الها موبايل فيز، الكومبوننت يعتمد على الديفيوجن. طالما هي بالستيشنري فيز، تمام، الها ديفيوجن يعتمد على ايش؟ على الستيشنري فيز. اذا كان في عندي نون اكوليبريم شيء، ولا حاجه طولت ولا قصرت، بتغير الديفيوجن. الديفيوجن بتناسب مع التايم، صح؟ بتناسب مع التركيز وبتناسب مع التايم. اي بقى هون احنا بس عرفنا. فعشان هيك بتلاحظوا البيك انت لما تسوي لها انجكشن بتكون سبايك، لكن كل ما تمشي بالكولوم شو بصير لها؟ عم تنصح. عشان هيك بقول لك انه الليت بيكس ار مور برودر، صح؟ كل ما تاخرت البيك شو بتكون؟ مور برودر. ليش؟ لانه الديفيوجن بالستيشنري فيز لها كان اكبر، الديفيوجن بالستيشنري فيز ماله كان اكبر. تمام. هاي هون جينا على الديفيوجن، ومنه ايش جبنا؟ النمبر اوف ثيوريتيكال بليتس، وجبنا ايش اسمه؟ بليت هايتس. فيبقى النمبر اوف ثيوريتيكال بليتس، النمبر اوف ثيوريتيكال بليتس هي عباره عن ايش؟ قانونها تي ار على ويدث سكوير مضروب بايش؟ ب 16. طبعا اذا قلت الويدث 4 سيجما بتروح ال 16، بتصير تي ار على سيجما تي سكوير، لكن خلص انت القانون اللي بدي اياك تحفظه ايش هو؟ اللي هو هذا. اوكي؟ اللي بدي اياك تحفظه اللي هو سوري اللي هي ايش؟ التي ار شو بدها تساوي؟ تي ار 16 في تي ار على 2، هذول الاثنين اللي بدي اياهم. فيبقى اول شغله الافشنسي للكولوم شو بحسب؟ النمبر اوف ثيوريتيكال بليتس. لكن في عندي شيء بحسبه اسمه البليت هايت، قديش ارتفاع البليت؟ طبعا طول الكولوم ثابت، فاذا زادوا البليتس الاتش بدها تقل، فيبقى الاتش شو بدها تساوي؟ الاتش تساوي ال اوفر ان، الاتش شو بتساوي؟ ال اوفر ان. جريت. تمام. فيبقى هلا جينا على الريزوليوشن، حقلنا له قانون. اول قانون اللي هو سكوير ان اوفر 4 دلتا ناقص 1، تمام. والدلتا هاي شو سميناها؟ سيبريشن فاكتور. شو سميناها؟ سيبريشن فاكتور. والدلتا شو بتساوي؟ التي ار ريش. الدلتا شو بتساوي؟ التي ار ريش. وكمان ناس قالوا لا بدناش ناخذ الدلتا، بدنا ناخذ ايش؟ الالفا. والالفا هي عباره عن التي اس ريشيو. الالفا عباره عن ايش؟ عن التي اس ريشيو اللي اسمها سيلكتيفيتي فاكتور. شو اسمها؟ سيلكتيفيتي فاكتور. فلقيناها انه ايش؟ سيجما ان على 4 الفا ناقص 1 على الفا كي داش بي على كي داش بي. طبعا بنقصد بي هي الليت كومبوننت، اللي هي الليت كومبوننت. اوكي؟ تمام. وشفتوا انه اخذنا اكزامبل، الاكزامبل اللي اخذناه ماله؟ حسبنا فيه الريزوليوشن ثلاث مرات، مره من الاكسبيرمنتال داتا ومرتين من القانونين هدول، فشفناهم انه قريبات على بعض، شفناهم انه ايش؟
انه قريبات على على بعض. اوكي تمام. يبقى هلا دائما حكينا انه كل شيء بتحسن اذا استخدمت ايش، اذا استخدمت longer column، اذا استخدمت ايش longer column. اه فبقول لك الار2 على ار1 تساوي square root n2 على square root n1 or square root l2 على square root l. تمام. طبعا هون انه انا عندي ايش اللي هو resolution between two columns. طبعا ديروا بالكم material الكولوم واحده، material الكولوم واحده، وسرعه الموبايل فيس شو بتكون؟ اه واحده. اوكي اه والبارتكل سايز نفس الشيء. فيبقى الشيء الوحيد اللي بتغير اللي هو بس اللينث اوف ذا اللينث اوف ذا كولوم. تمام. فيبقى اللونجر كولوم بيعطيني مور ريزوليوشن، لكن في المقابل البيكس بتكون مور برودر والرن تايم بكون اكثر. صح. اه يبقى الرن تايم شو بكون؟ اكثر. فاذا كانت اخر بيك بتطلع عند 5 دقائق بالكولوم الاولاني، اذا ضاعفت الطول بتطلع بعد 10 دقائق، بتطلع بعد 10 دقائق. اوكي. طيب هذا هو ايش بالنسبه للريزل للريزوليوشن، وحلينا في الاكزامبل عليهم. طبعا هلا بعدين نقول انه الباند ليش سبريد. قال لك الباند، الباند ما هي بتطلع، بتطلع المركب على شكل باند، تعرف باند يعني بيك. فهذه البيك فيها جزئين، فيها ايش؟ فيها سبريدنج من الحاجات البرات الكولوم، وفيها حاجات من وين؟ الجوات الكولوم. لكن البرات الكولوم ماله ثابت، البرات الكولوم ماله ثابت، اما اللي بتغير اللي هو ايش؟ جوات الكولوم. فعشان هيك البيكس اللي بتتاثر اكثر اللي هي بتطلع بالاول، لانه بكون جزء برات الكولوم جزء كبير، اما اللي متاخره كثير ما هي اصلا ناصحه، يعني لو اكلت لها كمان ساندويش مش راح تفرق. صح. تمام. جود. يبقى واي باندز سبريد. فيبقى زي هون البرات الكولوم، بس نفهم، مش ضروري نعرف كل الحاجات هاي. تمام. بعدين قلنا انه في عندنا البليت هايت ايكويشن اللي هي الاناهه تتكون من ثلاث اجزاء، جزء لا يعتمد على الفيلوسيتي اوف موبايل فيز، وجزء يتناسب عكسيا، وجزء يتناسب طرديا. اللي لا يتناسب اللي هو اسمه مالتيبل باثز، او بسموه ايدي ديفيوجن. شو بسموه كمان؟ ايدي ديفيوجن. فيبقى هذا بقول لك لانه ايش؟ الموبايل فيز فيه لها مسارات ثابته. تمام. لها مسارات ثابته بين مين؟ لها مسارات ثابته بين الستيشنري فيز. فيبقى هاي ما بتتغيرش. فيبقى الديفيوجن اللي فيها شو بكون؟ الديفيوجن اللي فيها بكون ثابت. الديفيوجن اللي فيها شو بكون؟ الديفيوجن اللي فيها بكون ايش؟ بكون ثابت. فلما الديفيوجن اللي فيها بكون ثابت زي ما قلتوا ايش؟ تمام. لما الديفيوجن اللي فيها بكون ثابت، يلا شوفوني يعني. تمام. لما الديفيوجن اللي فيها بكون ثابت يبقى شو معناها؟ الديفيوجن اللي فيها بكون ثابت معناها ايش؟ قيمته ثابته، اللي اسمها مالتيبل باثز. اوكي. فيبقى الديفيوجن ثابت زي ما انتم شايفين هون. اوكي. هيا هون هاي مساراتها لا تتغير. فيبقى حتعطيني ويدث ثابت، حتعطيني ايش؟ ويدث ثابت. فهذا اسمه ديفيوجن. طيب اذا كانت في الجاس كروماتوغرافي، اذا كان عندي بالجاس كروماتوغرافي، اذا كان عندي بالجاس كروماتوغرافي بتكون الستيشنري فيز على اطراف الكولوم، جواته بنكون فراغات، هاي الايش بكون قيمتها صفر. شو بكون قيمتها؟ بكون قيمتها صفر. اوكي تمام. النوع الثاني، النوع الثاني من الديفيوجن، النوع الثاني من الديفيوجن اللي هو بنسميه لونجيتيودينال، لونجيتيودينال او نورمال ديفيوجن. فهذا لا مفر، هذا لا مفر منه. فيبقى جزء في الموبايل فيز وجزء بالستيشنري، بالستيشنري فيز، وبعتمد على الديفيوجن كوفيشنتس. فهذا التيرم اللي هو بيعتمد على الدي ام، ديفيوجن في الموبايل فيز، الديفيوجن بالستيشنري فيز، والكي داش. تمام. هذا اللي سميته ب، وهذا ايش ماله؟ يتناسب عكسيا، يتناسب عكسيا مع ايش؟ يتناسب عكسيا مع الفيلوسيتي اوف ايش؟ الفيلوسيتي اوف ذا موبايل، الفيلوسيتي اوف ذا موبايل فيز. اوكي تمام.
يبقى هلا النوع الثالث اللي هو مزعج، اللي هو جاي من ايش؟ من النون اكويليبريم. جاي من ايش؟ من النون اكويليبريم. فالنون اكويليبريم بقول لك انه البيك لازم بالكولوم الكي داش بتضل ثابته. اذا الكي داش بتضل ثابته شو معناها؟ معناها اللي بالموبايل على البلاي ستيشن ريفيرش ثابت، اوكي تمام. لكن ايش اذا في عندي نون اكويليبريم؟ معناها يا الديفيوجن بالموبايل فيز بزيد يا الديفيوجن بالستيشنري فيز بزيد. اذا زاد الديفيوجن بالموبايل فيز يبقى شو معناها؟ بتقدم لقدام، تمام اوكي. فيبقى الباند ويدث شو بصير فيه؟ عم بزيد، وهديك شو بصير؟ بتتاخر. فخذ المجموع بتكون البيكسمور هاد. فعشان هيك فهذا التيرم سي في عندي سي بالستيشنري فيز وسي بالموبايل فيز، لكن هذا ماله؟ هذا يزيد مع ايش؟ يزيد مع سرعة الموبايل، يزيد مع سرعة الموبايل فيز. فيبقى صارت عندي الفان ديمتر ايكويشن اللي هي ايش هي؟ الفان ديمتر الفان ديمتر ايكويشن اللي هي ايه؟ زائد بي على يو اكس على الفيلوسيتي يو اكس زائد سي مضروبة بوين؟ زائد سي مضروبة باليو اكس. اوكي تمام اوكي. ف مالتيبل بي على الحاجه الثانيه. فطبعا دائما انا بحب انه ايش؟ اسرع الامور. كيف بسرع الامور؟ اني بزيد الفيلوسيتي اوف موبايل فيز. قديش بقدر ازيدها؟ تمام بحيث انه ايش؟ انه ايش يكون في عندي مينيمم. تمام. فالبيك برودينج بدي اياه ايش؟ مينيمم، لانه البيك برودينج هو مجموعه ثلاث عوامل. البي، البي بتفضل السرعة الكبيرة. الاي ثابتة لكن السي جمالها عم بتزيد. فيبقى المحصلة بينهم بتكون وين؟ فيبقى هاي احسن ايش؟ هاي احسن، هذه احسن سرعة اللي هي الاي والبي اكس. طبعا هذه الحص الزرقاء هي عبارة عن ايش؟ عن مجموع الثلاث، هي عن مجموع ايش؟ الثلاث. اوكي تمام. كويس. يبقى الشغلة الصغيرة اللي ضلت علينا، الشغلة الصغيرة اللي ضلت علينا اللي هي ايش هي؟ انه البيك شو لازم تكون؟ سيمتريك. شو لازم تكون؟ شو معنى سيمتريك؟ شو معنى سيمتريك؟ ايش معنى سيمتريك؟ لما يقول واحد سيمتريك معناها ايش؟ منتظم هيك، من منتصف هيك وهيك، معناها جاوسيان. شو بتكون؟ جاوسيان. لكن احيانا بشوف البيك يا طالعه هيك يا طالعه هيك، يبقى البيك ايش؟ معناها اسيمتريك. اسيمتريك يعني مش سيمتري، يبقى عندي مشكله بالكولوم. فطبعا هون الكي مش هي سي اس على سي ام، تمام؟ مش الكونسنتريشن في الستيشنري فيز على الكونسنتريشن في الموبايل فيز. فيبقى اثناء الران الكي شو بتضل؟ شو بتضل؟ شو بتضل؟ ثابته. ايوه. والبيك شو بتطلع؟ البيك سيمتري. بتطلع سيمتري ولا احلى منها. لكن بعد فتره الكولوم شو بصير فيه؟ الكولوم بصير فيه مشاكل. فاذا البيك هون لاحظوا شو صار السلوب؟ لما السلوب يقل يبقى شو معناها؟ معناها انه الكي داش قلت اثناء الرن، ما ضلت ثابته. شو صار فيها؟ قلت. فشو معناها؟ صارت تحب الموبايل فيز اكثر من وين؟ من الستيشنري فيز. فشو بصير فيها؟ تعمل تيلينج. شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ تيلينج. التيلينج نتج منين؟ لانه السلوب قل. السلوب قل شو معناها؟ معناها السي اس قلت، فصارت تحب الموبايل فيز اكثر من الستيشنري فيز. هذا بكون ناتج وين؟ بكون ناتج انه صار في عندي فراغات بين ايش؟ صار عندي فراغات بين الستيشنري فيز، صار عندي فراغات بين الستيشنري فيز، فصارت الموبايل فيز تقعد فيها. تمام. فيبقى هاي شو اسمه؟ اول نوع من الاسيمتريك البيك شو اسمه؟ اسمه تيلينج. شو اسمه؟ اسمه تيلينج. طيب احيانا
البيك شو بصير فيها؟ منلاحظ انه السليوت بقعد في الستيشنري فيز وقت اطول من المطلوب، بقعد وقت اطول من المطلوب، فيبقى التي اس بتكون اكبر إله، فالكيشو بتكون ايش؟ عم بتزيد. فيبقى هلا لاحظوا ايش؟ انه صارت الكولوم بدها تطلع، شو صارت الستيشنري فيز؟ تسحب على ورا، شايفينها؟ راجع على ورا، فهذا شو اسمه؟ اوفرلودينج. شو اسمه؟ اوفرلودينج. فيبقى اذا البيك انت طبعا يو انجكت دائما ستاندرد، اذا الانجكشن تاعك دائما سيمتري يبقى الكولوم كويس، صار في عندك تيلينج يبقى الكولوم صار فيه فراغات. الكولوم شو صار فيه؟ فراغات. الكولوم صار فيه اوفرلودينج، يبقى صار فيه عندي اوساخ على الستيشنري فيز تسحب المركبات. اوكي، فيبقى هذا اسمه ايش؟ اسمه ايزوثير. شو اسمه؟ اسمه ايزوثير. وهيك بنكون خلصنا كل ما له علاقه بالثيوري اوف كروماتوغرافي، ولحد هون المطلوب في الامتحان. طبعا المحاضرات الجايه راح نبدا بالجاس كروماتوغرافي والليكويد كروماتوغرافي، وبعدين نحكي عن الماس سبكترومتري لانه هو صار اليونيفرسال ديتكتر، بس ممكن نحكي عليه بالاول الديتكتر على اساس يمكن كل البيبرز ماس سبكترومتري. البيبر بطلت بيبر، البيبر صارت عباره عن ريبورت، بعطيك سؤال وانت بتجاوبه وين؟ من قرايتك للبيبر. اوكي، يعني بقول لك شو التايتل فانت بتعبي التايتل، شو اسم الكورسبوندينج اوثر تكتبه، شو اسم سمرايز الانترودكشن بتلخص الانترودكشن، اوتلاين الاكسبيريمنتال يو اوتلاين، بوت سامبل ريزلتس بتعبي فراغات. يعني بتقرا البيبر بيوم يومين وبتحلها، احسن لا نسوي ريبورت ولا الشغلات الثانيه. شو رايكم؟ منيح؟ ممتاز ممتاز دكتور. ممتاز، شايفين كيف؟ ما عليك الغير تقرا البيبر وتفهمها، والجواب كانه اجاب لك قطعه بالانجليزي وانه في عليها اسئله، فانت بتصير نقيت، صرت تعرف وين الانترودكشن، صرت تعرف وين الاكسبيريمنتال، صرت تعرف وين شو سوى فاليديشن، وتعطي الريزلتس، فانت بتقدمها كريبورت، كايش؟ كريبورت، فيبقى مش حتحتاج منك وقت كثير، اوكي؟ فيبقى خليها في اخر اسبوعين، بدل وقت يعني بدل وقت اكزام بتجيك البيبر 4-5 صفحات بتقراها وبتصير تاخذ وتعبي. اوكي، فيبقى ما تستعجلوش عليها. اوكي، مش راح يكون لا تعد ريبورت ولا إشي ولا زيك، بس انك ايش؟ انك تقرا لك عن إشي عن إشي عمل. هيك فكرت فيها. طيب في حد عنده سؤال او استفسار؟ ترى انه بكره ما في محاضره. اوكي، tomorrow there will be no lecture. وإذا في الأربعة بحضر بخبركم في وقتها. أوكي، تمام، ماشي. أوكي دكتور. يلا، في حد عنده سؤال أو استفسار؟ ما في. طيب إذا ما في ولا سؤال ولا استفسار يبقى إيش؟ نشوف وشكم على خير.